شلونكم شباب؟ راح نتعلم بهذا الفيديو شلون ننصب ويندوز على الماك. فتكتب ويندوز 10 داونلود على بالجوجل. راح يفوتك تفوت على موقع مايكروسوفت، تختار ويندوز 10، بعدين تختار اللغة اللي ينزل بها الويندوز. مثلا هنا اخذت انجليزي، راح تختار ال 64 بت داونلود لانه الماك 64. طبعا انا سويت له داونلود قبل. فتروح على بوتكام اسيستنس، هاي تختار هاي الخيارات، وتحط الايزو ايمج راح اوتوماتيكيا راح تطلع لك. تقدر يعني تشوف الباث مالتها، بعد فتطلع لك الايزو ايمج راح تقول لك كونتينيو. تحتاج يو اس بي فلاش ميموري، فمن تقريبا 8 جيجا استخدمت، فتخليه حيقول لك انه حتتفرمت، تقول له اوكي. فيسوي له فورمات، والله حينسخ فايلات الويندوز على الفلاش. سرعت الفيديو. راح يطلب منك الباسورد مال الماك. فتكتب الباسورد مال الماك، تقول له اوكي. راح تختار ايش قد تريد مساحة من الهارد للويندوز، ايش قد تخلي له مساحة. فتعتمد انت مثلا على شنو راح تستخدم الويندوز، برامج، العاب، انت ايش تحتاج. فتقدر تختار كيفك، يعني تريد 100 جيجا 105 او حسب انت ايش قد عندك هارد. حتقول له ايش قد اريد، مثلا 140 جيجا او 100 جيجا او اي شيء. تقول له انستال، فحيسوي هسه بارتيشن للويندوز، ياخذ جزء من الهارد مالتك اللي تستخدمه للماك، ياخذ جزء منه يسوي للويندوز. بعدين راح يطلب منك الباسورد مال الماك مرت اللوخ. من شغلة حيشتغل ويندوز، أنا هو حسوي الأستاذ حيشتغل ويندوز. نيكست، لأن اللغة وإنجليزي اختارته وأنت تختار اللي تريده. هنا أنا أريد السيريال نمبر مال أكتيفيشن، حتقول أنا ما عندي، فيقول لك أنت يا ويندوز تستخدم أصلا، فأنا اخترت مثلا ويندوز 10 هوم. تقول له نيكست، بعدين I accept next. بعدين تختار البارتيشن اللي سويناه اللي هو اسمه بوت كامب، اللي هو 103 جيجا. راح تختاره وتسوي له فورمات، تختار هذا البارتيشن وتختار فورمات. يقول لك يعني حيفر من تو يمسح اي شيء موجود عليه، تقول له اوكي، تقول له next. ما كمل فار، وانت هنا حيسوي عاد كوبي ويندوز فايل وشوف ايش يحتاج اشياء اخرى. بعد ما خلص تنصيب الويندوز راح يرست و يجهز الماك على ما يشغل ويندوز. حيشتغل هسه الويندوز، هذا اول ما يشتغل يطلع لك كورتانا. كورتانا هاي مثل سيري بالايفون، ف تقول له ما اريد. فبعدين تختار انت يا دولة تريد، يا كيبورد تستخدم. تحتاج تضيف كيبورد اللغة، مثلا كيبورد عربي، نشوف شنو تستخدم. بعد هنا يقول لك تربط بالواي فاي، تقول له بعدين لانه ما معرف الواي فاي هسه. هنا حتكتب
اسم المستخدم اللي تريده للويندوز. فمثلا تكتب اسمك او اي شيء. next تكتب الباسورد. زين فتكتب باسورد قل له next. وهنا أنا حيسألك على أسئلة أمان. هنا كيفك شو تريد تسوي؟ يعني تريد تشغلها تطفيهن اللي هي خدمة الموقع وإرسال بيانات مايكروسوفت وإيجاد الجهاز وهاي الأمور يعني. فتحتاجها تاخذ يعني تسوي عليها صح. طبعا من تختار عربي حيطلع لك بالعربي يعني، فتقدر تفتهمه أكثر. والله ما يخلص هذا السيت اب راح يشغل لك ال راح يشتغل ويندوز هسه على الماك. يعني هو اشتغل بس كمل بعد سيت اب. حيطلع لك البوت كامب كمل التنصيب مالته. ف انستال هذا حتى يسوي سبورت للفايلات مال للهاردوير مال الماك على الويندوز يشتغل على الماك، لان يحتاج يعرف كارت الشاشه والواي فاي وكل هاي الاشياء. فمن تكمل التنصيب مال هذا راح يعرف لك كل هاي الاجهزه بحيث الويندوز يبدي يتعرف عليها وتقدر تستخدم الويندوز بشكل كامل. فهنا أنا مثل ما تشوف مثلا الابل كيبورد، الوايرلس، الايثرنت، اي شيء خاص بابل لانه يعني هاردوير مالتهم يختلف. فيحط له سوفت وير على مود الويندوز يتعرف عليه. هنا مثل ما تلاحظ اشتغل الواي فاي. من اشتغل راح تبدا عاد يعني راح تروح لل تختار شبكة الواي فاي على مود تربط انترنت ويبدي يشتغل الويندوز بشكل كامل. راح يرست. هنا ما لكم علاقة انتو. والله ما رست اشتغل هسه الويندوز. تكتب الباسورد اللي حطيت انت الويندوز. وهاي بس مجرد تربط الواي فاي. زين بعدها راح يطلب منك تنصب بعض البرامج مال ابل مثل اي تيونز وهاي الاشياء وواي فاي ابديت. يعني يشيك اي ابديت اي شيء خاص بالماك راح ينزل لك اياه. والله يسوي ريستارت. تروح بعدين على السيتنجز مال ويندوز. تشوف انه اكو يحتاج ابديت للويندوز وتحتاج الاكتيفيشن. هنا أنا يعني السيريال نمبر مالتك او الاكتيفيشن كود اللي تشتري مثلا $100 $200 حسب الويندوز اللي انت نزلته. تقريبا تقدر تستخدمه بدون اكتيفيشن. الاكتيفيشن تحتاجه يعني اكو بعض السيتنجز بعض الاشياء ما تقدر يعني تشوفها بالرصاصي ما تقدر يعني تتحكم بيها الا تسوي اكتيفيشن. ما متأكد اذا يكون الويندوز بطيء او لا اذا ما تسوي اكتيفيشن، بس يعني هو شغال يعني ما بي مشكلة المفروض يعني. فبس يطلع لك هيجي علامة من جوا يقول لك لازم تسوي تفعيل للويندوز فتبقى يمك. يعني إذا عندك اكتيفيشن كود تقدر تستخدمه وتسوي اكتيفيت للويندوز. هنا أنا سوي ويندوز أبديت. يعني مثل ما تشوف هنا من أكل انفيديا اللي هو كارت الشاشة يسوي الأبديت. ف يعني ويندوز ابديت مفيد يعني دائما يصلح مشاكل او شغلات جزء يعني ما
مثلا هنا كارت الشاشة يحتاج أبديت أو أي شيء آخر، إنه مثلا نزل سوفتوير جديد ما تسوي له أبديت، يعني مو شرط يكون بس الويندوز، يعني يسوي فايلات، يسوي تعريف يعني تحديث التعريفات الأجهزة المربوطة أيضا. وشكرا.